احنا عارفين طبعا في مصر، اعتقد مفيش حد في مصر مش متابع كوب 27، وان مصر في نوفمبر عندها مؤتمر كبير جدا قادة العالم بيجتمعوا فيه. كوب 27 هو هذا العام برعاية مصرية بحضور عالمي في مصر، وبالتالي مصر كلها على أتم الاستعداد، كل الوزارات وكل الهيئات والجهات المعنية بتتحرك وتستعد لكوب 27 من أول السنة بالمناسبة. طب مصر مشاركتها في تغير المناخ وهو الأزمة الأكبر اللي بسببها بيقام هذا المؤتمر، هل مصر دولة مثلا سبب من أسباب تغير المناخ؟ الإجابة لا، لا قطعا على طول الخط. عندنا تلوث لكن مش احنا السبب. عندنا أزمات في البيئية خطيرة جدا لكن مش احنا واحدة من الدول اللي ذات تأثير مباشر على تغير المناخ. احنا ممكن نكون بنأثر بجزء، لكن تغير المناخ العالمي في دول صناعية كبرى هي الأصابع الاتهام بتشير إليها وبتقول الناس دي لو ما غيرتش طرق التصنيع وما غيرتش طرق استخدام الطاقة إحنا كلنا هنروح في حتة مش هنعرف نرجع منها، العالم كله. وكأنه فناء أو بقاء البشرية في كم 100 سنة اللي جايين يعتمد على ال4 سنين دول هنعرف نحافظ على درجة حرارة الأرض ولا لأ. ده ببساطة كده فكرة تغير المناخ واللي بيحصل وليه العالم كله مقلوب عشان تغير المناخ. مصر لازم تساهم، مصر بتساهم مش بس بالجانب الدبلوماسي والمعنوي، لكن احنا بنساهم بالجانب اللي يخصنا. احنا بنحافظ على البيئة عشان أهلنا، عشان ولادنا، عشان ما ينفعش ابنك يبقى في مدرسة جنبها ملوثات، ما ينفعش نهر النيل يبقى فيه ملوثات، عشان ما ينفعش نيجي نشيل في الشجر كده بلا رحمة ونقول درجة الحرارة بتزيد. ده اللي احنا مفترض اننا بنعمله. تم الإعلان النهاردة أو عفوا في الاجتماع الوزاري اللي كان أعتقد يوم الأربعاء الماضي الخميس عن مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة. ال100 مليون شجرة دول ثروة لو تعرفون عظيمة، الهدف منها إنعاش المدن ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء. طبعا ما في، يعني انا مش محتاجه اقول كمان لحضراتكم، كلنا حافظين الكلام ده. تحسين نوعيه الهواء، تقليل الاحتباس الحراري، الخنقه اللي بنحسها دي واحنا ماشيين في الشوارع، الاشجار اصلا هي جدوى اقتصاديه، تحسين الصحه العامه. بالمناسبه انا بحاول اسمع نقرا كده مع بعض ايه اللي بيحصل لما نزرع شجره. دي خطه وتوجيهات الرئيس الوزراء في الاجتماع الوزاري الاخير. طبعا احنا قبل بس ما نسأل في تفاصيل هذه المبادرة، يعني اننا بنزرع 100 مليون شجرة، 100 مليون شجرة ده رقم مرعب. نزرعها امتى وازاي وفين ونعملها ازاي؟ احنا كلنا عندنا تساؤل، طب والشجر اللي شلناه ده شلناه ليه اصلا؟ ممكن حد يجي يقول لي لا ده كل اللي انتوا فاكرينه اتشال على بعضه ده ما يعديش 2000 شجرة. برضو جريمة، يعني برضو جريمة لو احنا خلعنا من قلب القاهرة تحديدا 100 شجر تبقى جريمة. فلما نيجي نتكلم عن زراعة 100 مليون شجرة يبقى تعالوا نرجع نتحاسب كمان احنا ليه بنشيل شجر وليه لحد النهاردة احنا بنشيل شجر. دكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي ورئيس اتحاد خبراء البيئة العرب معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا. مساء الخير يا دكتور. احنا يعني ما فيش حد مش هيبقى سعيد جدا بمبادرة 100 مليون شجرة، وجت في وقتها ووقت وقتها والناس على آخرها من موضوع الشجر ده. فإنه مجلس الوزراء يهتم ويلتفت وتبقى فيه فكرة، بس الرقم كبير يا دكتور، فعايزين نفهم آليات تنفيذ وتحقيق هذا الرقم، وطبعا العائد المتوقع منها هيبقى شكله إزاي؟ وطبعا يعني المساحات الخضراء هي رئة الكرة الأرضية ورئة التنفس بالنسبة للبشر والكائنات الحية، لانه الاشجار هي مصنع الاكسجين وهي امتصاص اكاسيد الكربون في نفس الوقت، فليها وظيفتين الاشجار يعني. وبالتالي وجود هذا اللون الاخضر ليس نوع من الرفاهيه ولا الذكور اطلاقا، ده لايف سيفنج، يعني ده انقاذ حياه ومحاوله لتحسين حجم التلوث اللي تم في ال 500 سنه من الثوره الصناعيه. يعني منذ أن علمنا أو عرفنا الفحم كوقود دخلنا على 500 سنة وإحنا بنخنق الكوكب وبنحقن الغلاف الجوي
بملايين الأطنان من أكاسيد الكبريت والكربون والنيتروجين. وبالمناسبة هذه الأكاسيد لما بتتساقط عليها المياه أو بتختلط حتى بقطرات الندى على النباتات بتتحول لأحماض عارقة، يعني بتحرق الزرع. وحتى الفلاحين يقول يا بيه الزرع اتحرق، ازاي يوصل ان هو يبص يلاقي الورقه اتفرت بتاعته. فحجم التلوث اللي تراكم منذ الثوره الصناعيه على مدار 500 سنه خلى الغلاف الجوي عباره عن غلاف بلاستيك يحيط بالكره الارضيه. فبقينا حابسين الحراره، عشان كده بنسميها ظاهره الاحتباس الحراري. يعني الحراره تيجي تخرج بره الكون الفضائي الكوني ما تعرفش تخرج. الغلاف الجوي يرجعها تاني زي الزجاج بالظبط. فلاحظتك لو سايبه عربيتك في ميدان التحرير في عز الشمس طبع. من الساعه 10 للساعه 4 وقافله الازاز، تيجي تفتح العربيه، العربيه فرن بالظبط، لانه الزجاج يسمح بدخول الاشعه تحت الحمراء ولا يسمح بخروجها. هذا حدث مع الغلاف الجوي. اصبح الان مثل الزجاج، غلاف زجاجي حول الكره الارضيه يسمح بدخول الأشعة تحت الحمراء المسببة للتدخين ولا يسمح بخروجها مرة أخرى. وهل يا دكتور دي عملية وهل دي عكسية؟ يعني هل يمكن عكسها ريفرسبل ولا إيريفرسبل؟ يمكن، وأول خطوات يمكن بزراعة الأشجار، وأول خطوات يمكن باسترداد مساحة الـ 40% من الغابات اللي احنا قطعناها او حرقناها او اتحرقت طبيعي زي الحروق. الاخبار مش بتتوقف عن حرائق الغابات فعلا. الحرائق الاخيره دي كاليفورنيا واسبانيا دي حرق بسبب الاحتباس الحراري. ده جزء من اسباب الاحتباس الحراري، بس الحرائق اللي حصلت دي ناس متصوره ان حد بيولع فيها، لا ده هي نتيجه غاز الميثان على الاوراق المتراكمه على أرض الغابة مع بعض البلل بيطلع غاز الميثان. غاز الميثان ده أول ما بيشم الأكسجين بيولع لوحده. فبيولع في شجرة فتروح الشجرة مولعة في 10,000 هكتار. زي ما حصل في كاليفورنيا مثلا. فهي المسألة طبعا والنهارده بريطانيا وهاواي وأكتر من دولة النهارده. طبعا حوالي 12 دولة من ضمنهم 8 في أوروبا حصل حرائق يعني كثيفة جدا. طيب في الغابات. أنا عايز أرجع لمصر بقى يا دكتور. إحنا برضو حضرتك صحح لي، احنا لا احنا دولة غابات ولا احنا دولة يعني عندها مساحات زراعية غنية جدا جدا، لا احنا برضو دولة يعني مساحات الصحراء فيها كتيرة ومتعودين على الجو الحار ده. ايه اللي ممكن ينقذنا او ينقذ حياتنا اليومية، وايه الخطة اللي ممكن تحقق فعلا انه يبقى درجات الحرارة في الشوارع وتحديدا في المدن اقل بسبب زراعة الشجر؟ ازاي يعني ممكن نعملها ازاي؟ هو طالما يعني كل ما زرعنا اشجار اكتر، كل ما خلينا اوراق الشجر ماده الكلوروفيل تبقى اكتر، كل ما الاكسجين يطلع اكتر ويقل اكاسيد الكربون. فوجود الشجر، يعني احنا حتى حسبنا مره ان العربيه السياره الواحده تحتاج من 14 ل 15 شجره لامتصاص ملوثاتها. فتخيلي لو كل واحد بيشتري عربيه دفع لمحافظه القاهره مثلا ثمن 15 شجرة، أو يشتري هو ال 15 شجرة ويسلمهم لأقرب حي أو لأقرب جنينة. فطبعاً إحنا الناس مش فاكرة إن ده استهتار أو مستقلية الشجرة، لا، ده الشجرة ممكن تنقذ حياة بني آدم. ولو إحنا عملنا لكل سيارة 14 أو 15 شجرة، المبلغ اللي بتشتري بيه العربية مثلاً 300,000، ال 15 وال 13 شجرة دول ما يجوش على بعضهم كده ب 500 جنيه ولا ب 700 جنيه. ما هو مسأله مش غاليه. بغض النظر عن قيمه يعني ازاي هنجيب ثمن الشجر، انا اعتقد ان دي اسهل حاجه. لكن القيمه طبعا المضافه من الشجره ده اكيد الدوله عندها يعني كل الدراسات والميزانيات المعروفه انه انا لما بقطع شجره انا بخسر ايه؟ ولما بزرع شجره انا بكسب ايه؟ انا سؤالي كمان تاني يا دكتور. هل في تجارب؟ اسف انا بس عايز اسال حضرتك، هل في تجارب لدول نجحت في شراء في زراعه هذا العدد الهائل من الاشجار عشان تنقذ نفسها؟ يعني انا بفترض ان احنا ادركنا اننا في ازمه، ومن ثم قرار مجلس الوزراء اننا نزرع 100 مليون شجره، انا الرقم بالنسبه لي كبير، نقدر ننفذها ازاي؟
لا نقدر ننفذه. اولا مصر والدول العربيه كان عندنا مشروع مع الالكسو اللي هي المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، وكان هذا المشروع مع الدكتور مصطفى كمال طلبه الله يرحمه بزراعه الاحزمه الخضراء حول المدن العربيه، وعملنا حزام اخضر ما بين تونس والجزائر، ومصر في مركز بحوث الصحراء عملوا جزء ما بين عند اسوان لغايه وصولا للسودان. وهذه الاحزمه الخضراء ليس فقط مكافحه للتصحر، وليس فقط تثبيتا للتربه، وليس فقط تثبيتا للشواطئ زي نباتات اشجار المنجروف وغيرها، لكنها ايضا بيئه للاكسجين. ثانيا هي بتساعد على استمرار التربه المنتجه للغذاء، لانها بتحميها من التحول لتصحر لصحراء. فوجود الاشجار واوراقها المتساقطه وجذورها وامتدادها بيساعد على تثبيت التربه، وفي نفس الوقت يساعد على المواد الغذائيه القابله للرعي للكائنات زي الماشيه وغيرها. وعلى فكره احنا عندنا طبعًا. مثلا 350 الف فدان على مستوى البحر المتوسط كله، من العريش لغايه السلوم. لو مصر عملت حزام اخضر، واحنا في جزء من الحزام الاخضر ده ناحيه مطروح خلصناه، لو عملناه من العريش لغايه مطروح كانك عملت نوع من رئه جديده تضاف للمدن المصريه. انا بشكرك يا دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا. يعني طبعا انه لا غنى ولا مناقشه في اهميه وامكانيه وضروره انه يبقى في كل الكلام دكتور مجدي بيكلمنا عنه، ونبقى فيه حزام اخضر وتجارب الدول اللي سبقتنا. الحقيقه ان احنا سبقنا، بس احنا يعني رجعنا تاني خطوتين ثلاثه ورا، تحديدا في موضوع الاشجار ده. لما نتكلم عن خبر زي ده خبر يستحق الاحتفاء والمتابعه والاهتمام، واننا نرجع كل شويه نفكر بعض، ونفكر المحليات، ونفكر المسؤولين. ولما نشوف موظفي المحليات وهم بيشيلوا الشجر كده من الشوارع، نرجع نطلع قرار رئيس مجلس الوزراء بتاعه ال 100 مليون شجره، ونقول له اين انت من هذا، ونرجع نراجع هل المؤسسات بتشتغل باتساق مع بعض، فاهمه اننا بنشتغل في نفس الخط، ولا ده هيشيل وده هيحاول يزرع. قبل أن نصنع ثروة جديدة من الأشجار لازم نحافظ على الثروة الموجودة فعلا، رئة الشوارع. أنا بقتبس بقى إيه كلام دكتور مجدي، وكمان هقتبس تجربة من زميلي كده جمال، زميلنا في الإعداد عدي حكالي عليها قبل ما نبدأ، إنه في بعض البلاد بقى إذا كان على ذكر يعني لدكتور مجدي بيقول إنه مشاركة مجتمعية، بقى من الواجب على كل واحد صاحب محل إنه يزرع شجرة مانجا قدامه. وإن التجربة دي حصلت في البرازيل، وتحولت البرازيل إلى أكثر البلاد اللي فيها شجار مظللة وفي نفس الوقت منتجة لثمار مانجا. أي فكرة بس يبقى ليها آلية ويبقى ليها خطة، ونبقى عارفين إنه لا، ده اللي يجي جنب شجرة ده كأنه بيجي جنب روح بني آدم. وعلى هذا المنوال ترجع شوارعنا خضراء، صديقة للبيئة، صديقة للمشاة بالمناسبة. يعني إحنا اللي متعودين، أو اللي كان عايش في منطقة، أنا شخصيا يعني كنت ساكنة في مصر الجديدة، فكنت بمشي في الشارع أنا أقدر أمشي جنب صف شجر كده في عز شهر يوليو وأبقى مبسوطة جدا جدا. حاليا بما اني ساكنه في التجمع، فالتجمع تحس ان مساحات شاسعه من الصحراء اللي ما فيهاش خالص روح الشجر الحقيقي الا داخل الاسوار، فانت مش حاسس خالص انك ماشي في شارع صديق. فرق كبير جدا بين مجتمعات صديقه للناس وصديقه للمره وصديقه للحياه والكوكب، وبين مجتمعات ناشفه وحر كده وطول الوقت فيها مشاكل في ان الواحد يقدر يمشي بسلام في الشارع. انا مبسوطه بالخبر ده، واسفه اني طولت على حضراتكم فيه، بس هو خبر مهم جدا جدا جدا.